السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا؟ وحشتوني قوي قوي طبعا. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الاضحى المبارك، خلاص النهارده نتسحر والعشر ايام الجايين صيام، وان شاء الله كده العيد يدخل علينا بسعاده، عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب العالمين. ويرفع الغم ويرفع الامه ويرفع الهم ويرفع الهم ويرفع كل حاجه وحشه يا رب العالمين، ويرفع البلاء والهباء والوباء يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا بجلابيه سهله قوي وبسيطه. طبعا برحب بكل الاعضاء الجدد اللي دخلوا معانا في القناه، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني. ويا ريت طبعا الناس لو اول مره تشوفني برده اول مره تعرفني، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتفرج على الفيديوهات القديمه وتقولي رايها فيها ايه، ولايكات بقى حلوه، ويا ريت تشاهدوا لحد الاخر عشان خاطر تستفادي يعني الفيديو كله، يعني تعرفي التصميم اتعمل ازاي. تمام، بصوا بقى النهارده عملنا جلابيه دي. ده جلابيه دي طبعا بص دي تمشي جلابيه بالنسبه للستات الكبار، يعني مثلا حماتك مامتك، ممكن انت لو بتحبي الحاجات الجلابيه الواسعه اللي بتبقى مريحه في البيت تمشي ليكي، وتمشي كمان للناس اللي ايه هي تمشي فستان واسع. تمام، فهي دي تمشي ده وتمشي ده، طبعا على حسب القماش انت اللي هتحكمي في القماش في التقسيمه. طيب لو هي فستان هنقسم زياده وندي كسرات كتير عشان تدي وسع هنا، والتقسيم هيبقى يعني داخل متقسم على الوسط من هنا ومن هنا، ومن قدام جاي واسع ومن ورا جاي واسع. تمام، بصي الكسرات بتعمل الصرفيه ايه، الكسر بتتفرد وبتبقى مظبوطه بطريقه سهله وبسيطه. ازاي وايه الطرق اللي اتعملت بيها الجلابيه دي؟ اتعملت بطريقه سهله قوي وبسيطه. بصي اول حاجه، بصي اول حاجه خالص اهي، ادي بصي دي كسرات زي ما اتفقنا. تمام، معلش طبعا على الدوشه دي كلها، انتوا عارفين الشارع بقى وحاجه وحشه قوي. بصوا بقى دي جلابيه نوع، مش دي نوع جلابيه واسعه تنفع طبعا الناس الكبيره زي ما قلت لك، الناس الكبيره كلها. وهنا دي جلابيه تنفع بقى للبنات بقى للشباب برده، بس ما فيهاش بقى الكسر اللي توسع، فدي جايه متقسمه بالظبط، هتبقى على الجسم او اللي هي جايه متحزقه شويه. واحلى نوع ليها للقماش ينفع للجلابيه دي الجل، عشان خاطر بيلزق اكتر، بيبقى حلو يعني البيت البنات يعني. تمام، او العرايس، فبتبقى حلوه قوي للعرايس او البنات. طيب بصي بقى، طيب الجلابيه دي اتعملت ازاي؟ او دي الفكره، ده البطلون الاساسي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه اهو. بصي اهو مرسوم اهو، بس انا مش محدده بالاسبت. طيب نحدده واحنا بنشتغل بيه بالاسبت، وفي نفس الوقت نظبطه. بصي طبعا انا اسفه طبعا على صوت الدوشه ده كله، يعني حاجه وحشه خالص، معلش. طبعا بصي اهي، اول حاجه خالص هنقص الجزئيه دي، الجزئيه دي اهي هنقصها. تمام، الجزئيه دي هقصها وافصلها عن الجزئيه اللي تحت، يعني هقص من اول الصدر كده والقبط عن الجزئيه اللي تحت. تمام، طيب بعد ما اقص الجزئيه دي وافصلهم ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هشرح الجزئيه اللي فوق. بصي ازاي، انا هوريها لك بعدين، اوريها لك وانا بعملها، وهوريها لك برده ايه انا بشتغل فيها. ثانية واحدة، بصي نقص بس الجزئية دي ونفصلها الاتنين عن بعض عشان نعرف نشتغل. ثانية واحدة، بصي حل الاخر كده ونفصلها. طيب دلوقتي انا فصلت، اعمل ايه بعد كده؟ بعد كده باجي اقسم بقى الجزء بتاعي ده، بصي اهو. ثانية واحدة، ده كده على الجسم بالظبط، البنطلون الاساسي انتي عاملاه على الجسم بالظبط. طب اديله ازاي الوسع عشان اعمله كسر؟ هوريكي دلوقتي. بصي ادي اهو، انا جينا عملت كده الوسط ده من هنا الوسط، وبعدين الارداف، وبعدين ايه اخر حاجه خالص تحت اللي هو الديل ده. تمام، طيب انت مش عايزاه يبقى سبعه كده مثلا، او يعني ده من اول الوسط اهو. تمام، ده الوسط والارداف، وبعدين ايه ده الصدر، ده خط الصدر. طيب بصي بعد كده بتيجي من ورقه ثانيه او قماشه ثانيه، قماشة تانية او ورقة تانية. ثانية واحدة، نجيب القماشة ونتنيها على اتنين، اتنين بس. ثانية واحدة، تتني على اتنين اهي بس. ثانية واحدة، بصي وبتيجي ادي الوسط اهو، او الوسط والستر والارداف. نعمل ايه بقى؟ نروح جايين بالمقص كده، عايزة تحسبيها بالمسطرة تمام، احسبيها هي كلها على بعض عشرة ونص، عشرة ونص. طيب انت عايزه تقسميهم نصين بالعشرة ونص، يعني تبقى خمسة وربع وخمسة وربع. تمام، انا هعملها بالويم كده وهتظبط. تمام، بصي كده
تمام كده. تمام طيب ادي اول جزئين معايا اهو، بعدين الجزء اللي في النص ده بجيبه بنفس تقسيمته وبقسمه. طب ده دلوقتي انا هعمل الكلام ده على قماش ولا على ورق؟ لا انت الكلام ده هتعمليه على الباترون الاول وبعدين تحطيه على القماش بالطريقه دي. تمام بصي بقى، بتيجي هنا كده اهو، ادي اهي الجزئيه اهي كده، ثانية واحدة بس نكمل الخطوط كلها مع بعضها. تمام ادي اهي كل الخطوط مع بعضها كده مظبوطة. تمام كده الخطوط كلها بتاعتي مع بعضها مظبوطة. طيب نجيب اول هنا السن ده كده، ونجيب اي حاجة نشبكها بيها. تمام وادي السن التاني، اي حاجة برضه نشبكها بيها. اللي في النص مش مهم، في النص بس انا بحسب بس الطول. تمام بصي اهو كده، بصي انا كده بديها وسع كده، انا بديها وسع. ثانية واحدة بصي اهو كده انا اديتها وسع، وادي ادي انا بس كل اللي انا عايزة اعرفه الطول بتاعي خلاص. تمام باجي بالمسطرة بتاعتي من هنا، ثانية واحدة بس نجيب القلم او القلم الاسود اي حاجة، المهم بس يبقى في معانا قلم جنبنا. بصي اهو شايفة التوسيع بتاعي ده، الوسعات دي اللي احنا هنعمل فيها الكسر. تمام ثانية واحدة بس نحدد بس ايه الخط اللي احنا هنشتغل عليه، انا هطولها شوية وهتبقى كده. تمام كده تمام. طيب انا كده مش عايزة اللي في النص، في النص خلاص انا خدته الطول وخدته الطول وخدته. طيب عايزة بقى اخد الجزئية دي اعمل ايه؟ بروح شايلة دي كده واروح جاية من هنا كده. تمام كده كده تمام. طيب وبعدين عايزة اخد الجزئية برضو دي، بشيل بص اول حاجة اللي انا حطاها بخططها. انت عايزة تخططيها بالمارك تمام، عايزة تقصي على طول قصي، انا قصيت من شوية ودلوقتي بخطط، فاللي انت حابة ده او ده تمام، بس اهم حاجة تشيلي كل حاجة انت حطاها حواليكي كده. تمام استنى واحدة شيل بس كل الحاجة الزيادات دي. بصي بقى هنا دي، ده هنا كده تقسيم الوسط بتاعي اللي هو داخل تقسيم الوسط. انت مش عايز تعملي تقسيم الوسط، عايز تعملي الجلابية على طول، هتاخدي القماشتين دول او القماشة دي وتطبيها على اتنين زي ما انت شايفة كده وتحطيها على طول ايه وتدي كسرات، مش لازم تقسمي. بس انا مقسمة ليه؟ عشان خاطر لو انت عايزة تظبطي الجناب وبس. تمام عشان الموديل يطلع معايا زي ما انت شفتي كده. طيب وبنفتح الناقصة دي برضو نفتحها كده. تمام نفتح هنا برضو، نقص بقى الخط بتاعنا ده نص كله. ثانية واحدة بصي تمام كده، اديني قصيت كله وفتحت الفراغات. نشيل بس كل الزيادات اللي حواليها دي عشان اوريها لكم تبقى عاملة ازاي. دي خليها هنا عشان خاطر اوريها. طيب فين بقى الجزء اللي فوق؟ نعمل برضو الجزء اللي فوق معانا عشان اوريهولك. بصي الجزء اللي فوق اهو، او الجزء اللي فوق التحديد اللي احنا حددناه دي اهي كده كده. تمام كده قصيت الخلف لحد دلوقتي، قصيت الخلف. تمام بصي وادي كمان الامام اهو كده. تمام اهي. طيب ادي الصدر اللي قدام والصدر اللي ورا. طيب ادي اهو كده الصدر اهو كده ده. طيب وده خط الصدر اللي احنا عملناه اهو، بنجيب كده الصدر بتاعنا. الامام خلف بقى مش مهم لان هما الاتنين زي بعض، في طبعا زيادات جنبي جالي في الجنبين زيادات. طيب نعمل ايه؟ دي هتجيب لي كسرتين. نعمل الكسرة دي، نعمل الكسرة دي ممكن تخليها ايه، عايزة تخليها ثانية واحدة، عايزة تخليها كده كسرتين قصاد بعض زي بعض كده اهو. تمام بصي اهي في الاخر ده هيبقى منظرها، ده كده شكلها ايه، دي كده اللي احنا شرحناها برضو قبل كده، برضو الكسرتين اللي بيبقوا زي بعض كده. تمام تمام يلا، بس احنا هنعملها كسرتين كده. طيب هتفرق ايه كده عن كده؟ مش هتفرق اي حاجة، بس انا هعمل دي ودي، بس انا هعمل كده احسن مش خاطر ايه نشتغلها كده. ثانية واحدة ثانية واحدة بصي هنقفل كده، بصي
بس الدبسة، ثانية واحدة الدبسة اهي. بصي هنقفل كده بالدبسة واحدة واحدة لحد ما نوصل للكسرة، وبعدين هنقفلها معاها داير ما يدور. ثانية واحدة. طيب الموديل ده اسمه ايه؟ الموديل ده لو انت عملتيه داير ما يدور هيبقى اسمه سفرة. لو عملها ده داير ما يدور كده هيبقى اسمه سفرة. طب لو مش عاملاه داير ما يدور، داير ما يدور وعاملاه زي ما انا عاملاه كده، لا ساعتها هيبقى اسمه عادي، يعني هيبقى موديل عادي. انت عاملاه ساعات بقى، هوريكي كذا برضو صورة لكذا موديل ليه. بصي ده الامام كده اهو، اي زيادات هتشيليها او تخيطيها معاكي، بس انا هنا عشان خاطر هنا ده اخيط اشيلها معايا. بصوا اهو كده تمام. ثانية واحدة، اي زيادات جنب هنشيلها عشان يبقى مظبوط كده تمام. تمام. طيب نجيب برضو الجزء التاني الخلفي ونعمله كسرتين. نجيب الجزء الخلفي ونعمله كسرتين. انت ما حددتيش وهي الصدر عليه، لا مش مهم، المهم بس انت تعملي الكسرتين وتدي لهم مكانهم، وبعدين تحطي الصدر هتلاقيها ايه مش هالاتنين مقاس بعض، فاللي هتبقى مظبوطة. ثانية واحدة، ثانية واحدة، هنجيب دي كده اهو تمام. هنجيب الاول ندبس، ثانية ثانية واحدة، بس لحد كده احنا ايه خيطناها او دبسناها لحد كده، خلصنا التدبيس بتاعها كله. ثانية واحدة ادي قفلتها اهي كده، انا قفلت الخلف تمام. نحط الخلف على الامام اهي، الجيب دي كده خيط الكتف في الكتف وخيط الجناب طبعا مع بعضها، وطبعا اهي بصوا اهي دي كلونه اللي احنا عملناها مع بعضينا. بصوا الفيديو سهل قوي بسيط، ويعني الفكره سهله، فاهمين ازاي التوسيع؟ عايزه توسعي كم، عايزه توسعي جيب، عايزه توسعي اي حاجه عايزه توسعيها، ومثلا ماخده البطرون الاساسي بتاخدي البطرون الاساسي زي ما انا قلت لك وبتاخديه وبتعمليه متفرق على القماش. مثلا انا دلوقتي قصيت على القماش، وادي القماش اهو بتاعي، بحط القصات بتاعتي على القماش اهي زي كده تمام. ثانيه واحده بحطها بظبطها كده واحده واحده، وبظبطها واحده واحده بجيبها معايا وتتظبط تمام كده تمام. اديني حطيتها وبعمل تفرقات. طيب دلوقتي انا مثلا عايزه اوسع هنا اربعه وهنا اربعه وهنا اربعه، بتعملي التفرقات دي على القماش. يعني دلوقتي شغلي على الورق، وبعدين بتحطيه بالورق ده وبتاخديه كده وبتحطي تحتيه ورقه تانية وبتحطيه على القماش تمام. يا رب يكون الفكره عجبتكم سهله وبسيطه، وفكره الجلابيه سهله وبسيطه. على فكره الجلاليب سهله قوي يا جماعه، يعني هي سهله ان انت تعمليها، وسهله ان انت تعملي كمان الكم بتاعها، والكم برده قبل كده عملناه، وانا هوريكي برده تعملي تاني ازاي. بصي ثانيه واحده، بتجيبي كده مثلا باقي القماش بتاعك، او مثلا انت حابه تجيبي كده، بصي وبتيجي من عند الكتف بتنقصي 1 سنتي، بتنقصي 1 سنتي من عند الكتف تمام، وبتيجي هنا تظبطي البطرون بتاعك او البلوزه بتاعتك او اي حاجه انت عندك تمام. تحطي نقطة أول الكتف وتاني نقطة دي تحطيها هنا تمام. ثانية واحدة، بصي أهي أدي نقطة أهي وأدي نقطة أهي. ثانية واحدة أجيبلك بقى المسطرة، بصي بتوصليهم كده ببعض، بعدين بتيجي ثانية واحدة هي بس المفروض تبقى أعلى سنة، أعلى سيكة صغيرة تمام كده تمام. وبعدين بتلتي او بتلتي النقطة دي، بتلتيها، وبعدين بتيجي تعملي من هنا كده، تروحي عاملة كده وتروحي نازلة بالكم بتاعك على تحت، بتطلع طبعا 1 سنتي عشان خاطر توصلي المنطقة دي. ثانية واحدة اوريها لك في الاخر، ثانية تمام كده.
تمام. استنى بصي، ادي فكرة الكم سهلة قوي بسيطة، ولما تعمليها كمان بطريقة يعني سهلة هتبقى سهلة قوي بسيطة قوي قوي. وانا هحاول انزلها لك على طول. فكرة الكم دي انك بتجيبي بس البطرون بتاعك وبتحطيه كده من اي اتجاهات، تمام، بتقللي 1 سنتي وبتحطي هنا نقطة، وطبعا بتوسعي شوية بس حاردة عشان خاطر انا هنا مش موسعاها، انا هنا بس مش موسعاها، انت بتوسعيها طبعا سنة اكتر. معلش انت بتنزلي كده تمام، بعدين بتروحي جايه هنا بتوسيع اكتر، يعني هي جزء كبير بتشيل تمام عشان تركبي فيه الكم. تمام كده، يا رب تكون فكره سهله وعجبتكم وبسيطه، وفكره الجلابيه سهله وبسيطه. وده كده شكل الجلابيه كله مع بعضه. ثانيه واحده بس نشيل الورق. بصوا كده فكره الجلابيه، وده الكم بتاع الجلابيه اهو. بصي كده اهو، تمام كده اهو، كده الجلابيه بتاعتي اتعملت وخلاص، سهله قوي وبسيطه. ويا ريت لايك جميل واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك كل جديد انا منزله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانا تحيه مريم احمد. يا ريت كلنا نصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.